اهلا بيك. بالبدايه من سالفه انا وياك وعرفت قصتك قلتي لي انه الشهاده كلش مهمه، وضحي لنا من البدايه شلون انت حصلتي على الشهاده وشلون انه اهلك حرصوا على تكونين صاحبه شهاده. احكيك من بدايه قصتي، اني من عائله نحب ندرس ونكمل دراسه، وما نفكر بالزواج الا بعد ما اخذ الشهاده، وأنا عائلتي يعني كلش مدللتني وموفرت لي كل شيء. صوري حتى يعني احنا فترة الدراسة أمي يعني تحضر لنا الأكل، هي مسؤولية البيت كلها عليها، ما يعني هي ما تخلينا نساعدها، بس إذا ما عندنا دوام بالعطلة عادي يعني نساعدها، لأن هي عندنا أهم شيء احنا الدراسة، وبعد الدراسة نكمل. تريد تتزوج، تريد تتعين، تريد تشتغل، حسب كل وحدة وشنو طموحها. احنا بنات أربعة، فأنا ربيت على هذا الشيء، يعني أمي مو بس حتى الولد يعني ما يشتغلون فترة الدراسة، من ياخذ شهادته وراها يضل يشتغل، لان بابا يهماتين يعطيهم مصرفهم. كل احنا هيك يعني ربينا على هذا الشيء ومدللينا. اني وصلت المرحلة الاخيرة بالكلية، ووراها قلت يعني تخرجت، تعرفي يعني صار عمر 23 سنة تخرج وفرحة التخرج وهذه، فبالعطلة أصلاً أهلي ما سألوني يعني شنو تريدين تسوين، شنو خطوة ثانية، بس أنا فكرت أنه أنا ما تجيني قسم وأنا شكلي مقبول، يعني نساء يعني الكل يعني وين ما أروح يحاجون ماما، فقلت خلي أتزوج يعني شوف لي فرصة، لأنه أنا أكيد ما راح ألقى تعيين ولازم اشتغل شغلة عادية يعني، فليش اتعب نفسي؟ واذا جتني شغل يعني اشوف بعدين يعني وضعي شنو. فتقدموا لي هاي الفترة يعني اكثر من شخص، يعني ظليت مثلا يعني اسأل مثلا هو مكمل الدراسة ما اريد، لان انا مكمل الدراسة، اذا اخذت شخص مكمل دراسة ما راح يفهمني، يعني أقصد مكمل دراسة مو إلا ماخذ شهادة يعني بكالوريوس، لا أقصد إنه كمل يعني قدر يعني درس الإعدادية فهم شوية وضعه يكون أفضل من المدارس، لأنه هو يعني أنا اللي أعرفه إنه دائما ولد يعني يطلعون يسولفون ويلتقون وهاي، فصير يعني معرفتهم أكثر، بس أنا أفضل يكون دارس. يعني يمكن هاي من العوائل القلة اللي تحب إنه بنتها بعد ما تأخذ الشهادة تفكر بالزواج مثل ما صار وياك، وهاي نقطة كلش حلوة. بعدها شنو اللي صار؟ شلون صارت قسمة زواجك؟ فوحدة من القسم اللي إجت عن يعني طريق خالي. خالي يعني كلش قريب إنه يعني أبونا الثاني، يعني هو إحنا ربينا يعني هو يطلعنا وكل شيء يعني مسؤوليته، يعني يحبنا كل شيء هواية. فقال أكو ناس يعني أنا أعرفهم خوش ناس خوش عائلة، وعدهم ابنهم هذا الوحيد، عدهم ولد وبنية بس، وذول الولد وبنية مكملين دراسة. يعني شلون أنا أول شيء هذا الشيء عجبني بيهم إنهم مكملين دراسة مثقفين، ويعني ما رادت تدور بنية ابنها، بس هي يعني مو تريد وحدة شلون مكان، فلذلك أني يعني أنا حاجيتهم، أنا حاجيتهم يعني عندنا بنية إذا تردون. بالبداية طبعا جت الأم وال يعني هي اللي صارت عمتي وحماتي، اجوا يعني شافوني اني، هي يعني ما
كان مبين عليها انه فرحانه بي او لا، ماكو اي شيء، ماكو اي انطباع. يعني عادي عادي، يعني شافتني عادي. احنا انا ظليت اسالها انه هو شو مكمل دراسه؟ قلت لي ها تدين واحد مكمل دراسه؟ قلت لها طبعا غير يفهمني. قالت لي هو مكمل دراسه ولقى وظيفه دا يشتغل، بس ما يشتغل بغداد، احنا ببغداد يعني. قالت يشتغل بمحافظه ويجي يومين بالاسبوع. تقبلين بهذا الشيء؟ قلت لها ليش؟ قالت مو هناك، هو يعني خريج معهد نفط، فتعرفين يعني لازم يشتغل محافظات يعني بالبصرة وهيك، يعني محافظات بعيدة بالجنوب، فهناك وظيفته وراتبه كل زين، ف تقبلين بهذا الشيء؟ هو هذا شغلته وما يقدر يعوفها. قلت لها ما أدري خالة، أفكر بالموضوع. هي هباتين راحوا وعادي يعني، ماكو أي مشكلة، سولفنا مواضيع عادية. أهلي قالوا كيفك أنت يعني شكو بيها ودا يروح يعني ويجي يومين بالأسبوع؟ المهم وظيفته يعني يأمن مستقبل بيها، لأنه شغله زين وراتبه زين. أنا قلت له ما أريد أشوفه، هو من حقي يعني شكو بيها أنه أشوفه. فقلت لخالي، قال إيه راح أحاكيهم، هماتين ما قالوا شي، إجا هو الولد وخالي جابه. فأني سولفت وياه، حكيت وياه، قلت له ليش هيك شغلك؟ قال لي أنا على مود الراتب وهذا الشيء مؤقت، يجوز راح تجيني فرصة ثانية، أو إذا أوصل يعني شلون إنه إذا ثبتونا وهيك شيء أقدر أنقل، أقدر يعني أشوف شلون أرتب وضعي. فأنا اقتنعت فوافقت على الزواج. طبعا هو تعرفين هو محافظات يعني يروح ويجي، فهذا اليوم اللي يجي بيهن احنا سوينا بالبداية يعني خطوبة، فسوينا عقد سيد، وقع عقد المحكمة. هو يعني قال انا ما عندي وقت وراح يعطوني اجازة بس اسبوعين، احنا لازم نتزوج هذا الاسبوعين. انا ما قبلت الا نسوي عقد المحكمه. صارت في مشكله للزواج حول العقد، وضحي لنا شنو مشكله العقد السيد او عقد المحكمه صار باشكال. قلت لازم اثبت يعني، فرحنا للمستشفى. الموقف اللي صار بالمستشفى ما لقينا الماده مال تطابق الدم. احنا مجتمعنا كله هيك شيء هسه، المشاكل اللي تسرع بالزواج وعقد ماكو، اكتفوا بالسيد، وهذا خلل مو بس من البنيه، نقول ان البنيه بعدها مو ذيش الخبره، بس انتم الاهل شلون وصلتوا لهي الحاله انه بدون عقد؟ يعني انتم هيك يعني بدكم انتظرتوا عليها 20 سنه 25 سنه ما قدرتوا تنتظروا لكم اسبوع 10 ايام حتى تسووا لها عقد؟ وبعدين ضلون تركضون بالمحاكم وما راح تحصلون شيء، راح تذبون فلوس وراح تذبون تعب، وإضافة للمشاكل والإهانة هواي حوادث أمام المحاكم، وتصير قتل، فقدين أحد من العائلة بسبب هاي المشاكل البسيطة اللي هي سببها إجراء بسيط إنه تنتظرين يومين أو ثلاثة حتى تحصلين على عقدك. الحقيقة إنه ما طرحتيه من تساؤل بخصوص العقد الزواج بين الرجل والمرأة بشكلية، هذه الشكلية يجب أن تتم أساسها أنه وصولهم إلى المحكمة وتثبيتهم في سجل المحكمة وإرسالهم إلى المستشفى القريبة عن المحكمة، لأنه كل منطقة يعني حسب الاختصاص المكاني، وبالتالي يروحون، وهذه أغلب الأحيان يروحون يختبرون الدم مال الزوجة والتحليل الصير، وبالتالي ترسل يعني ما يعطى باليد. فأنا أعتقد أنه هذه الروحة مالتهم مو روحة صحيحة،
المسألة الثانية أنه المستشفيات موجودة بها الأجهزة الكاملة لفحص الرجل والمرأة وإعطاء المعلومة الكاملة إلى المحكمة. فهو قال يعني شنو هسه نتأجل؟ قال لي تتأجل، يعني هي موجودة بس راح تتأخر، يلا تجينا. فهو قال يعني عفوا هذا الموضوع نسوي بعد الزواج. فزوجنا وأنا ما مسوي عقد محكمة بسبب مادة ما موجودة، بس عادي ما كنا يعني ما كنا خايفين إنه ما راح يسوي عقد وهذا الشيء. عقد الزواج يعني هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا من أجل استمرارية الحياة ومن أجل النسل، هذه المفهوم الثابت قانونا. أما العقود الأخرى اللي هي خارج المحكمة فهذه عقود باطلة، لأنه ما بها الشكلية. صحيح هي أنه عقود شرعية استنادا إلى الشرع واللي يقومون بها سادة وشيوخ لهم مكاتبهم، ولكن حتى هذه المكاتب غير مجازة، وبالتالي تستغل وتستعمل بها شتى أنواع التزوير وأنواع التجاوز حتى على الشرع، بحيث أنه من الممكن أنه يزوجون طفلة، من الممكن أنه تتزوج امرأة متزوجة، من الممكن أنه يتزوج رجل متزوج، وهذا بالقانون حقيقة أنه يجب أنه تبلغ الزوجة الثانية الأولى. فلذلك أنه أكو شكلية كاملة لعملية الزواج بين الرجل والمرأة على الامرأة والرجل الالتزام بها. أما عقود خارج المحكمة فهذه عقود باطلة وعقود غير ملزمة للطرفين إلا بعد أن تصدق في المحكمة. شنو بداية المشاكل اللي صارت حابين نعرفها؟ بداية المشكلة اللي أدت للطلاق؟ قبل الزواج صار موقف وياه، هو أني أمه أخذت رقمي وهو هماتين يعني عاد اتصل بي، يعني زوجي صار. فهي مرة اتصلت بي وأني ما كنت يم التليفون، فوراها لقيت هو متصل علي 3 مرات. فرجعت أنا خبرته، قال لي أمي متصل عليك ليش ما جاوبتيها؟ قلت له ما أدري بالتليفون. قال غلط رجعي أنت تتصلين بي؟ قلت له أنا هسه شفت التليفون. قال شوفي أني أمي أهم شيء بحياتي، و يعني لو انت يصير عندك 10 جهال ها وامي ما قابله عليك انت ما تبقين وياي. قلت له ليش دعوه هالحكي ايش بيك يعني؟ قلت يجوز انفعل على مود امي وما جاوبته. قلت له ماكو داعي لهذا الكلام، انا هسه خابرتها وهي يعني اسلوبها حلو ماكو اي شيء. ما قلت لها هيك، قال لي قلت اخاف راح يصير يعني قيل وقال وتعالي سوي مشاكل من البدايه. احنا بالنسبه للحاله اللي انت يعني عرضتيها علينا، هي اصلا من بدايتها لحد نهايتها هي كلها مشاكل وكلها المفروض يعني البنيه او الاهل البنيه انه ينتبهون لها، بدايه انه هم معلميها انه الحياه بس دراسه، وإذا ما حصلت يعني تحصل على مدة نتيجة أو تحصل شهادة وبعدين تتعين، إنه مركزينها إنه التعيين، وإذا ما حصلت تعيين هو الزواج. زين، إحنا ليش ما نخليها إنه أول شيء التعيين مو إشكال، هو ضروري للمرأة لكن مو بالدرجة 100%، ليش ما نعلمها شلون بعدين عندها وراها زواج وراها أسرة وشلون تعامل ويا الزوج وأهل الزوج؟ هاي كلها شغلات ضرورية. وبما أنه إنسانة متعلمة ما أعرف أنه هي شلون غلطت هذا الغلط أنه تتزوج بعقد سيد، وإن تأخرت يوم أو يومين أو شهر أو شهرين لازم أنت تضمنين حقك بهذا العقد اللي داخل المحاكم. فأني هذا الموضوع كلش مهم، وأغرب حالات الطلاق وأكثرها هو بسبب أنه الزوج والزوجة أنه ما مسوين عقد داخل المحكمة. هذا من الضروريات يضمن حقها وحق أطفالها. يعني إذا أنت ما عندك عقد أنت شلون راح تضمنين الحق؟ ما عندك أي حق عند الدولة، وما عندك حق عند الزوج
يعني يقدر بسهولة اللي تخلى عنك وعن أطفاله أو ابنك أو بنتك، هو يتخلى عن كل الحقوق الباقية ليش ما يعطيك إياها. نعرف أنت تكلمتي أنه أنا من بيئة كلش مهتمة بعائلتي وأني ما أعرف أنه أنجز مهام البيت كلها، فشو اللي صار بالزواج اختلف هذا الموضوع وياك؟ أنا تعرفين يعني مدللة وما أعرف أشتغل، يعني أعرف أشتغل بس مو ذاك الشغل، يعني مو أعرف أطبخ كل الأكل. فهي أمي مطيتها صورة، يعني خالتي قالت لها أنه يعني أنت علميها وقف وياها بالمطبخ وهذه، يعني بنتي يعني مدللتها تعرف بس مو كل شيء، يراد شوية بالبداية يعني تعبين وياها بس بعدين إن شاء الله وياها ما تنبتكم من هذا الحكي. فهي تدرب هذا الشيء أول أسبوعين طبعا عادي، إحنا نطلع وما أشتغل بالبيت أنا وهذه، عروس بعد وراها راح هو للشغل، بدت المعاناة. شلون بدت؟ يعني هي الساعة 7 الصبح دق الباب علي، يلا قعدي، وش عندنا احنا؟ هي بس هي وبتها واني بالبيت. اقعد ما اقول لا اني، نظف الفوق، نظفت الطابق الفوق، نزل نظف الجو، نظفت الجو، تعالي علمك واقف وياي بالمطبخ. انا قلت يمين خالف خلي تعلمني جزء بالبداية حتى شلون نلحق. قعد من وقت أقف وياها هيك تسوي هيك تسوي، طبعا ما تخليني أنا أطبخ، لا هي لازم هي اللي تطبخ، بس يعني أنا واقفة يمها هيك تسوي هيك تخلين، ويعني شلون محاضرة تلقيها علي كل يومية ولازم أقعد بالسبعة. بس أنا ظليت أتعب ظليت أتعب لما متعودة على هذا الشيء. فهو إجى قلت له يعني هو يجي، قلت له أسبوع يجي يومين، قلت له هيك سويت؟ قال إيه عافية تعلمي تعلمي. قلت له بس يعني وايد قعد الساعة 7 وش عندنا إحنا يعني، أو مو بس الصبح يعني لازم هماتين العصرية تبدي تحضرين للعشاء وتسوي أكل يعني والأصناف كل شوية، وإحنا 3 نفرات بالبيت، من يجي هو نصير 4 يعني إيش عندنا؟ أنا شكد يعني إحنا 4 بنات عند أهلي وأخواني 2 وأبويا وأمه، هم من سوى هالقد يعني هم أعتبره تبذير، بس أنا لا أحكي ولا أقول ولا أي شيء، يعني أنفذ وأسكت أنفذ وأسكت. مر شهر مر شهرين مر 3 أشهر مرت 4 على نفس الحال. فأني يعني بعد 4 أشهر أنا شكيت إنه عندي حمل، فظليت أتعب أنام هواية. طبعاً هي محاربتني يعني بتحكي علي ترزني، فأني ما وصل الحكي إلي، بس أشكل أمي. أمي تقول عادي وايتش عمات أنا تحملت، ويعني تحملي تحملي ما يخالف بس لا توصليها إلى حتى لا تكبر. بس أنا ما قلت لها بوضعي، يعني ما قلت لها أنا حامل، ما أعرف ردت خلي يثبت الحمل. قلت وراي 3 أشهر شيء يعني أقول لهم. وهي ما حجت موضوع الحمل ولا سألتني. المهم فد يوم اجى هو اللي صارت المشكلة اللي الأساسية. اجى يعني قاعد الصبح قاعد الفجر، طبعا لقى قاعد ما اعرف بهذا اليوم ليش قعدت الفجر، طبعا لقاها انه هي تسوي اكل من الصبح زين. فاجى اني ما احس الا ضرب، يعني شلون يعني أنا نايمة أحس واحد يضرب بي. الحقيقة العلاقة الزوجية هي رب العالمين يقول وخلقنا بينهم مودة ورحمة، فالمودة والرحمة اللي موجودة أكيد أنه تنخلق إشكالات نتيجة التعامل نتيجة الإشكالات الاجتماعية. ف
اكو رجال يتصرفون تصرفات عنيفه تجاه الزوجه، والزوجه من حقها انه تقدم شكواها الى الدوائر المختصه والى المحاكم المختصه في هذا المجال. اللي يقول لك ان العنف يعني العنف اللفظي هو مو عنف، لا بالعكس، انت من التعب نفسيتها وتغلط عليها او تغلط على اهلها او قدام الناس او قدام اصدقائها، هذا اتعس انواع العنف، لان اولا انه راح يهينها قدام الناس ويهينها قدام اطفالها وقدام نفسها، يعني هذا اكبر عنف. والصدق يعني احنا محاكمنا الا اول شيء يضربك ويسوي كدمات بجسمك وبوجهك وتروحين تسوين تقرير عند الشرطه يلا يبين ان انت معنفه، يعني هذا ماكو شيء. يعني واذا ما سوى كدمات بجسمها يعني هي ما معنفه؟ لا بالعكس، احنا هذا القانون احنا نطالب به تجاه المراه، لان المراه احنا ما نقول ان المراه ضعيفه، بالعكس احنا بالآونة الاخيره اصبحت المراه هي الايقونه اللي بالمجتمع، هي اللي تربي وهي اللي تشتغل وهي اللي تساعد الزوج. احنا مستحيل نقول ان انسانه ضعيفه ولازم تعنف وعادي، واذا عنفت هذا زوجها واهل زوجها، هذا مبدا مرفوض. يعني ما يصير ان المراه تعنف وما يصير انه هي تقبل على هذا التعنيف. فزيت لقيته هو شك وش صاير، قالت شنو نايمه وامه تشتغل وهاي لازم هاي كل يوم هيك ويضرب بيه ويحكي ويرزل وسبني وسب امي. فانا زعلت وقلت له هسه توديني لاهلي الفجريه، قال ماكو ما وديش لاهلي تبقي. قلت له على شنو سبني وسب امي واني ما نقعد احنا الساعه بالسبع الموعد مالتنا ما نقعد الفجر؟ قال لا أمي قاعدة وأنت نايمة. وأنا قلت لك لو عندك 10 جهال أني على مود أمي أطلقك. قلت لها يعني تو يعني هاد كنت ما كنت تشاقة تحكي صدق؟ قال إيه أحكي صدق. المهم بقيت أني بالبيت بهذا اليوم، ما صار أي مشكلة. وراها اليوم الثاني هماتين أنا زعلت ما نزلت من فوق، طبعا هي ما حكت ولا شيء، أنا ظليت بدون أكل فوق، وتعرفين أنا بداية حمل وهو عادي يقول لي طبك مرض، يعني حشاكم ما أقول هاي الكلمة هو هيك يقول لي. المهم هو راح ثاني يوم صعدت لي هي وبتها، سدني الباب واثنيناتن يعني ظلوا يضربون بيه. عملية الضرب هنا يجب أنه تثبت حقوقها وهي تكون سبب من أسباب الطلاق حقيقة، أو سبب عفوا سبب من أسباب طلب التفريق. فعلى الزوجة التي تعنف أو تضرب بقسوة أنه تقيم دعوة، وبالتالي أنه المحاكم تحيلها إلى الدوائر الطبية لأخذ تقارير طبية تثبت الضرب وقسوة الضرب. هي ماكو فجوة، هو أكو إحنا نجي على الزواج إن هو شراكة بين شخصين يكونوا متفاهمين. يعني هي من إجت تزوجت شخص، وإذا كان بعيد عليها منطقة، أكو ناس تزوجوا مسافرين يعني مناطق بعيدة أو دول أخرى والعلاقة مستمرة والحياة تشوفها ناجحة ومستقرة. يعني هاي بعد المسافة يعني 20 كيلو 30 كيلو هاي ما تأثر. ثانيا انه الزوج من يعني تزوج وقاعد داخل يعني عائلته واسرته وامه وابوه وكذا، هو بعد الاهل ما لهم شغلة انه يعنفون المرأة. يعني انت الام او العمة، يعني انت ليش ما تتعاملين البنية كأنه بنتك؟ هل تقبلين ان بنتك انه تتعنف او ما تتعامل زين ليش ما انا اخليها تحبني واحبها كأنه هي بنية؟ يعني بنتي انا مربيتها زين، ليش ما اكون باسلوب جميل؟ ممكن انه انا اقول لها على شغلات يعني اعلمها، جزية مثل ما هاي الحاله اللي انت طرحتيها انه هي اهلها ما معلميها لا تشتغل ولا كذا، انه مجرد انه مخليها مهتمه بدراستها فقط، ما بيها شيء اعلمها، هم بيها اكسب اجر. ثاني هي الابنج انه هي من تعرف تنظف وتعرف تربي، فهو الابنج بتالي هي اولا للزوج.
على شنو؟ قلت يعني دولي يعني مرضى نفسيين، شنو ايش سويت يعني؟ قلت لي سويت شنو سوي؟ صارت ثلاث ايام صايره شيخه علينا وما تنزلين وما تشتغلين وضوشتي وراح زعلان. المهم اني من الضرب يعني تعبت نفسيا، فقلت لها اني حامل راح. فهي تفاجئت، قلت لها يعني اذا بعد تضربين اكثر اني ما احملش المسؤوليه اذا صار شيء بي وابني. فهي انصدمت، قالت ليش ما تقولين؟ قلت لها شنو ضام علينا؟ شنو هي عجبة ما شايفة انت؟ قلت لها لا مو هيجي، بس انا ما صارت فرصة انه اقول لك. انا ما تحملت، خبرت على اهلي وقلت لماما، قلت لها ايش سويت بي ترى اليوم؟ قالت لا مو من حقها يعني الضرب ويش وهاي وانت يعني مريضة ما تدري بي. بس درت ويعني راحت، قالت هسه اجي تشاني. اجت امي قالت لي يلا اخذي غراضك، اخذت غراضي واخذت الذهب مالتي ورحت. لا حاكت امي ولا اعترضت ولا يعني شلون فرحه يعني. هي عرفت انه اني حامل يعني واني زوجة ابنها الوحيد وام حفيدها اللي راح يصير، ومع ذلك ما عارضت انه انا طلعت من البيت. طبعا يعني انت ما تفكرين انت العمه انه هم كنتي يعني كان وهم متاكده اذا ما ماكو امراه تعامل مرت الابن هيك اذا ما هي اصلا مره بهيك يعني تعكس الامور اللي حدثت عندها تعكسها على المراه اللي زوجها ابنها. زين انت ما خفتي انه هاي البنيه من تتطلق وعندها حفيدك يعني شلون راح تتبهذل؟ هي مو قصه نفقه وما نفقه، ترك امور ما تحلها النفقه يعني باش عقب الابن او البنيه اللي يعني الاحفاد من يعني باش عقب المستقبل، بالمستقبل شلون راح تتصرف ويا بالمجتمع؟ شلون راح يصرفون وياهم؟ بعد ما طلعتي من بيت زوجك ورحتي عند اهلك ما حاول انه يتصل بيك؟ انتم ما رحتوا لو حكيتوا بالموضوع حتى ترجعون لبعض؟ طلعت من البيت رحت عند اهلي حد ما اجى هو باليومين مات. من اجى عرف انه اني رايحه وطالعه من البيت. طبعا هاي صارت كارثه هنايا من عرف انه انا طالعه من البيت، ولا اتصل ولا خابر ولا سأل، وما أدري قالت لا أنا حامل أو لا ما أدري. بس أنا طول هاي الفترة اللي ندمت عليها إنه أنا ما مسوية عقد محكمة، هاي مشكلة يعني. وما كانت ببالي أصلا، وما كنت ببالي إنه توصل إنه للطلاق. يعني الأم على العين والرأس وتعبها ما يتجازى واحترامها واجب، بس أني ما أخلي أمي سبب لفشلي أو أن تدخل خطية امرأة أخرى. ما يخالف يعني مو ذاك الخطأ، المشكلة اللي عرضتها يعني صاحبة المشكلة مو ذاك الخطأ اللي خطأتها، وإذا قعدت متأخرة أو ما سوت أكل أو كذا ما قلت لك أنه ممكن أنه تعلمها، بس مو أنه تنهين حياتها وحياتها الزوجية بهذه الطريقة. ممكن أفهمها بغير أمور، وأنت الزوج هي مو إشكال، ممكن أنه أحل المشكلة أنه أمي أحترمها وكذا عامليها زين ما يخالف، هاي المرة عدت مرة ثانية عفوا شلون تصرفني، ممكن تنحل بهواي أمور، بس ما مو طلاق والمرأة حامل. وهم أكو خطأ أنه الزوجة هي خطأ أنه هي حامل ثلاثة أشهر ما قايلة اي شنو اللي صار يعني. هو بقيت انا عند اهلي وكم شهر وما حاولت اتصل بي، بس خالي تدخل وراح وقال له ترى زوجتك يعني راح توصل ولاده وانت اللي سائل بيها ولا شيء. قال انا ما ريتها بعد واني اطلقها. فقال له ما يصير هي حامل، خلي تولد ووراها اشوف شنو يصير. صارت الولادة طبعا، وهو بقى يعني مصر على رأيه واني ما تدخلت ولا حاولت ارضيه.
لانه هو قال لي اني يعني لو شو يصير عندك اولاد انا على مود امي اطلقك. المهم دز لي ورقه طلاق سيد. زين انا هنا شو اسوي؟ يعني انا ما عندي عقد محكمه وابني يعني شون. فصارت مشكله كلش كبيره ويعني واي اشياء دخلت بيها اني وما اعرف لها، وهم اهلي تكفلوا بيها وقالوا ما يصير ولازم هذا العقد انتم مالتكم يتوثق اول شيء بالمحكمه وبعدين يصير الطلاق. يعني هو اجراءات كل شيء ما فهمت من يمها، بس بالتالي أنا كل شيء ما حصلت. قالوا لي أنت طلعت من البيت وتعتبرين ناشز. لا هنا أنا أستاذة الناشز أولا والحقوق خلي نحكي. أولا هي في حالة أنه طلقت بعد ما لها حقوق، إلا بحالة واحدة أنه إذا هو طلقها طلاق تعسفي فهي تستحق نفقة الطلاق التعسفي لمدة سنتين، ومن الممكن انه اذا اكو حتى انه استنادا الى قرار مجلس قياده الثوره المنحل من الممكن انه تحصل على ايجار لدار السكنه الها، والنسب اذا صار صحيح ما دام انه اكو عقد وصدق بالمحكمه. فما دام اكو عقد صحيح فمعناته انه اكو اجراءات صحيحه. اما شغله النشوز فالنشوز هذه في حاله انه هي زعلت والزعل مالها طول، فالرجل من الممكن انه يريد يرجعها فيقيم عليها دعوة بيت الطاعة، دعوة بيت الطاعة. فهي طبعا انه هذه بها مستلزمات بيت الطاعة، لازم هي لها مكان قريب عن مكانها بعيد عن السكن، يعني بها فد مجموعة من الأثاث يكون مالته، يعني مجموعة من المستلزمات يجب أن يهيئها. في حال أنه قام في عملية تهيئة هذه المستلزمات ورفضت فمن الممكن هنا يقيم عليها دعوة نشوز. هذه هي فكرة النشوز، ومن حق الرجل في حال صدور قرار النشوز من حقه أنه يطلقها بعد صدور القرار، وهي من حقها كانت 4 سنوات صارت لمدة سنتين. صراحة ما أحب ما ردت أثبت المحكمة أنه هم ضربوني وما أدري شنو، حتى لو أقولها ما راح يصدقوني وما أعرف هذا اللي صار. المهم أني يعني بعدين لا يعني سجل الولد باسمه وصارت هاي الإجراءات وما أعرف شلون سووها الصراحة ما أعرف، لأن هو طلقني وقالوا أنه هذا الطلاق هو سموه انه يرجع ما اعرف شلون شنو اسمه. النسب يثبت نتيجه وجود عقد صحيح وعقد محكمه، وبالتالي انه في حاله الطفل اصلا هي المستشفيات والولادات في حاله انه يوم الولاده يعني ما يثبتون الاسم مالته اذا ماكو عقد زواج صحيح، مو عقد سيد. عقد السيد احنا قلنا عقد باطل ولكن به آثار قانونية، فعليه أنه الطفل نتيجة وجود عقد غير صحيح ما يكون نسبه ثابت للزوج. وإذا الزوج ثبت النسب إلى بطريقة فمعناته أنه هذه طريقة احتيالية وقد تصل إلى مرحلة التزوير، والقانون يحاسب استنادا المادة إذا مادة 289 ومادة 298 يعني المحررات المزورة واستخدام المحررات المزورة. هذه عقوبتها تصل إلى بين 7 سنوات إلى 15 سنة. زين الوضع الحالي شنو؟ هو يشوف ابنه أو لا؟ أنت حقوقك بالتالي ما حصلت شيء مثل ما قلتي، لكن ابنك ياخذ نفقة أو لا؟ فالمهم أنه هي هاي القصة اللي صارت وياي. أنا هسه ابني أنا وابني يعني عند أهلي وكله قلت لازم تعطيها مصرفها، وما أعرف إجراءات قالوا نفقة ما نفقة ما أعرف أنا بهاي أي شيء، بس أنا يجيني يعني كل شهر من يمه على مود ابنه هو مو اني، لان انا كل شيء ما حصلت طبعا.
وعادي يعني ماما يعني ما حرمت من ابني، شو وقت ما يريد يشوفه يشوفه، وهذا كله صار وياي. من تبدي إجراءات الطلاق يجب أنه صدق العقد الأصلي، العقد الأصلي يجب أن يصدق حتى تثبت الزواج. أما أنه إذا ما ثبت واقع الحال فمن الممكن أنه وكأنه مسألة غير قانونية ولغت بشكل غير قانوني، من الممكن تطلق عند السيد. أما إجراءات القانون وإجراءات النسب وإجراءات الأخرى النفقة يجب أن يكون عقد صحيح، فعليها أنه يجب أن يكون عقد، وهذا العقد عند السيد. هي تقول أنه عندي عقد سيد، وبالتالي أنه عليها أنه صدق بالمحكمة. وجود الأب بحياة الطفل سواء كانت بنية أو ولد كلش ضروري، وجود الأم كذلك. يعني إحنا هسه يمكن لاحظ المجتمعات الأوروبية أنه عادي يشوف الأم وإن كانوا مطلقين يشوفهم ضحك وسوالف وأصدقاء، وواحد يستعين بثاني بهواي مشاكل. هاي الأمور كلش يعني مهمة أن تكون علاقتكم واضحة وحلوة حتى لو قدام الطفل. قلتي أنا بالنهاية لازم أحكي نقطة مهمة لكل البنات اللي يشوفونا على مود عقد المحكمة، تفضلي. يعني أنا بدي أحكي وياك أنه لازم يعني كل بنية أو أي أحد يريد يزوج بنته لازم يسوي عقد محكمة، لأنه هذه الحقوق راحت وأني راحت علي، بس أنا ما ندمانة عليها، لأنه الخطأ مني من البداية ومن أهلي. المفروض إحنا من متزوج حتى لو هو ما طو إجازة، إذا ما طو هسه يطو بعد، بس إحنا كنا مقدرين ظروفه، بس هو للأسف ما قدر ظروفنا ولا سوى شيء، وهذا كل اللي صار وياي. أكيد عقد المحكمة مهم جدا لكل بنات حتى يثبتون حقوقهم، وأيضا هو قانون لازم يجرى، ولازم أيضا نشوف موضوع ليش المادة ما موجودة بالمستشفيات. شكرا لك ولحضورك. شوفي أنا أنصح كل البنات وأنصح كل الأهل إنه لا تستعجلون بزواج أب بناتكم، زين؟ يعني إذا هي وإن كانت فاشلة بدراسة، يعني هي هذا مو المعيار. إحنا الحالة اللي عندنا هي مثل ما قلتي إنه مخلصة جامعة، إذن هي وراها مستقبل، مو صحيح؟ زين، أنت راح تجيك مو إشكال فشلتي بهاي المرحلة، المفروض إنه أنت بالمرحلة الثانية أو الشخص اللي يتقدم لك بالمرة الثانية تكونين أنت مفتحة مخك، تعرفين كل الأمور. وثانيا ما أفضل بالاستعجال، يعني أنت عندك طفل، احتمال هذا الشخص ما راح يعامل ابنك بطريقة صحيحة. إذا أنت قدرين أول شيء تعملي إنه أول شيء عقد إنه تسوين تثبتين هذا الولد، لأن إنه باشر عقبه مدرسة عنده، أصوليات يريدون من عنده، زين؟ هاي الأمور كلها مهمة. الشغلة الثانية إنه اختيارك يكون لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. أول شيء إنه تكونين متفاهمة مع الشخص اللي راح تتزوجيه، تشوفيه هو نفس نمط تفكيرك، نفس تفكيرك، نفس يعني امورك، ممكن تطين نفسك. ما فكر انه ما تكوني مستعجله مثل المره الاولى انه تزوجت راسا، بالعكس اعطي نفسي 6 شهور سنه ادرس الشخص المقابل، اعرف شنو السلبيات البي، شنو الايجابيات البي، هل هو يفيدني او ما يفيدني، هل هو راح يتحمل ابني باكر عقبه انه ما يفرق بينه وبين اطفاله، يخاف يعني راح يجون اكيد اطفال يعني يشوفون التعامل مالتهم، يعني هل راح يعامله زين؟ هاي كلش اشياء ضروريه. الوضع العام هسه بي للناس الفاسدين والمحتالين شيء كثير، لهم دور في ظرف يعني ضعف المؤسسات القانونيه والامنيه، فيظهرون مجموعه من المحتالين. فنتمنى انه على بناتنا انه ما تكون هن الضحيه في انه يكون سهلات في عملية الانقياد قدام ناس محتالين، وتعالي انه نتزوج عقد وسيد وكذا وما ادري شنو، وبالتالي تكون هي الخاسر الاكبر في هذه العملية. عقد المحكمة هو العقد الاساسي التي تبنى عليه الأسرة الحقيقية.